ولا تهنا ولا نسينا طيب والثانية والثالثة انت حملي وانا حمالك صباح الخير يا سينا وصباح الخير يا سينا صباح الخير يا سينا رسيتك مرسينا تعالي حضننا دافي ضمينا وبوسينا يا سينا يا سينا صباح الخير يا سينا رسيتك مرسينا صباح يا اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا ما زلنا معكم بنفتح العديد من الملفات ويمكن طبعا في هذه الايام بنعيش حدث تاريخي وذكرى جميله في تاريخ مصر وهي اعياد تحرير سيناء الحبيبه هذه الارض الغاليه مهبط الاديان اللي يمكن المصريين دفعوا فيها دماء غاليه جدا جدا من اجل تحريرها وهي تستحق هذا بالفعل لانها منطقه غنيه غنيه بثرواتها بتربتها بجوها بمواردها حقيقي منطقه بتعتبر من المناطق النادره جدا على مستوى العالم لذلك هي في قلب مصر وهي في قلب المصريين ايضا حررناها في 73 ورجعت كامله لينا زي ما قالت شاديه. سينا رجعت كامله لينا هذه الايام طبعا بتمر بظروف خاصه جدا فيها خلايا ارهابيه الحقيقه بتهدد امن هذه المنطقه لكن الحمد لله بقواتنا المسلحه وقوات الشرطه بتبذل كل ما هو غالي وثمين من اجل عوده الامن والامان لسيناء الحبيبه دايما بيقولوا العبور الاول هو انصار 73 وهو الانصار العسكري. لكن احنا بنتكلم النهارده عن العبور الثاني وهو العبور التنموي وهو كيف ننمي هذه القطعه الغاليه جدا كيف. يتم استثمار مواردها مشروعات كثيره طرحت الحقيقه في الفتره الماضيه وفي هذه الفتره على وجه التحديد بعد يعني قرار السيد الرئيس بعمل خطط تنمويه في ومشروعات تنمويه هامه جدا في سيناء الحبيبه احنا بنتكلم النهارده عن العبور الثاني ايه هي المحاور؟ ايه هي اهم المشروعات من خلال لقائنا على الهواء مع الدكتور عماد مهنا استاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي وصاحب مخطط القومي المخطط القومي العبور الثاني 2011 2060 ورئيس اللجنه المركزيه لمجلس علماء مصر لمحافظه الجيزه الجيزه <applause> اهلا بك يا اهلا بك دكتور اهلا بك المشاهدين يعني بنقول اعياد تحرير سيناء وبنستغل هذه الفرصة علشان نتكلم عن العبور الثاني لسيناء وهو المقصود به العبور التنموي أكيد لو تم تنمية هذه المنطقة هيتم القضاء على الإرهاب على كل المشاكل وكل المخاطر اللي ممكن تهدد سيناء مرة أخرى قل لي إيه هو العبور الثاني ومفهومه إيه وهل له محاور معينة أكيد فعلت. طبعا بشكر حضرتك علي المقدمة لأنه فعلا أرض سيناء الغالية أرض الفيروز بذل شهدائنا الأبرار دمائهم في تحرير سيناء واليوم مم. واجبنا ان احنا نبذل العرق وده شعور العبور الثاني تمام. وهو الحركه من دماء العبور الاول الى عرق العبور الثاني لانه رمال من سيناء اللي الى العرق بالضبط لانه ده شعار العبور الثاني لانه رمال سيناء التي روتها دماء الشهداء اليوم سترويها قطرات عرق ان شاء المصريين. الله ان شاء الله الحقيقه العبور الثاني هو المخطط 50 سنه تم البدء فيه في 2010 2011 وتم تسليم القياده السياسيه من اول مجلس عسكري لحد النهارده بيتكلم محور المخطط العبور الثاني على ثمان محاور اساسيه اولها المحور الارضي المحور التنموي اللي هو الاقتصادي والتجاري والصناعي آه. هو مخطط كبير طبعا في حوالي 1800 صفحه وكله مشروعات مدروسه لكن هم ثمان محاور اساسيه ثمان محاور اساسيه اللي آه. هم هتتحرك فيهم الدوله بشكل متوازي آه. آه. المخطط الأرضي. الارضي المخطط التنموي المخطط الاداري اللي هو اعاده هيكله الجهاز الاداري وشفنا القانون 18 لسنه 2015 ب 2015 بيتحرك في هذا الـ الـ كويس. الاتجاه مم. في عندي المحور المؤسسي المحور السياسي اعاده هيكله السلطات السياسيه والحكومه وفي عندي المحور العمراني يبقى ثمان محاور اساسيه طبعا انا شايف من ناحيه المو... والثقافي <applause> الثقافه <applause> <والفناء. تصفيق> <applause> طبعا <تصفيق> اعاده بناء الثقافه <applause> المصريه والعوده ليس فقط من الثقافه الى المجت... الثقافه المجتمعيه الحميده ولكن ايضا الى الوسطيه الدينيه والبعد عن المغالاه مم. الحقيقه اهمهم هو المحور الارضي لانه ده اساس التنميه التنمي... والمحور الارضي بيركز على اربع محا... محا... محاور او مراحل خلينا نقول اساسيه على مدار السنوات القادمه اولها هو اعاده ترسيم المحافظات ونقل العاصمه السياسيه وتغيير الخريطه السكانيه عشان نخرج من الوادي الضيق لان حاليا اربع محاور والمحور الرابع هو تعديل الملف الامني الخاص بمعادة السلام حتى نتحرك بشكل افضل في سيناء لو مسكنا المحور الارضي اولا بالنسبه لتقسيم المحافظات هيتم تقسيم الدوله الى 36 محافظه موزعين على سبع أقاليم تنويه يعني حضرتك تلوين. احنا كمصريين عارفين ان سيناء هي محافظتين محافظه بالزبط. شمال سيناء ومحافظه جنوب سيناء عاصمه الشمال مدينه العريش وعاصمه الجنوب مدينه شرم الشيخ الرؤيه الجديده لتقسيم المحافظات او تقسيم سيناء على وجه التحديد لمحافظات هتبقى ثلاث محافظات محافظة بالاضافه محافظة. الى السويس آه. يعني يعتبروا الجزء حوالي التلتين الشرقي آه. ده هيبقى ثلاث محافظات. آه. فاحنا بنتكلم على المخطط العام على 36 محافظه لمصر كلها موزعين على سبع اقاليم تنمويه. هنا بنخلق شريحه بين المحافظات ومجلس الوزراء، ليه؟ لانه حاليا ال 27 محافظه يتبعوا وزاره التنميه المحليه، فبالتالي مم. في هنا مركزيه في اتخاذ القرار وفي التخطيط الاستراتيجي. أكيد. ده رقم واحد، رقم اثنين وزاره التنميه المحليه غير قادره على الرقابه في المحليات وبالتالي بتتزايد نسب الفساد م. لبعد المحليات عن مركز اتخاذ القرار في مجلس الوزراء هنا هيبقى عندي شريحة وسطى ما بين المهندس محلب رئيس مجلس الوزراء هيبقى عندي حاكم إقليم وكل حاكم إقليم بيدير خمس محافظات فهنا هيبقى حاكم الإقليم مسؤول عن الخطة القومية عشر سنين للخمس محافظات ومسؤول عن كل واحدة والتنسيق بين الخطط في الخمس محافظات ده بشكل مبسط سيناء طبعا بتدخل ضمن محور إقليم قناة السويس أيوة. وده الجزء الاول بشكل مبسط هتبقى ضمن الخمس محافظات ضمن الخمس خمس مح... خمس محافظات آه. آه. لان هي سيناء هيكون فيها ثلاث محافظات حتى الشرقيه بالظبط تاخد معاها السويس هينضم ليها محافظتين اللي هم الخاصين ال بالسويس السويس معاها بورسعيد والاسماعيليه آه. والشرقيه هتكون من ضمن خمس محافظات بالظبط فانا طيب. باخد محور آه او اسف اقليم قناه السويس بياخد سيناء كلها والجزء الشرقي من الدلتا ده عمق امني آه. تمام ده من ناحية تقسيم المحافظات هرجع للجزء العمراني منها بس اوضح الثلاثة التانيين في عندنا الجزء الثاني وهو نقل العاصمة العالم المتقدم يتحرك على عاصمتين العاصمة الإدارية والسياسية في اللي هي المزمع انشائها ان شاء الله في الفتره القادمه بس احنا اللي بقى تم الاعلان عنها بعد المؤتمر الاقتصادي في المخطط العبوري الثاني درسنا حاجه افضل كمان من العالم آه. اتحرك فيه، العالم آه. بيتحرك على عاصمتين الاداريه والسياسيه في اتجاه والاقتصاديه في اتجاه، آه. احنا قلنا هنتحرك في ثلاث عواصم لان احنا عندنا تكدس في القاهره، فانا عايز افرغ القاهره في ثلاث اتجاهات مختلفة العاصمة الإدارية تكون أو المقترح لها تكون مدينة أكتوبر لأن البنية التحتية فيها عالية حنقل كل المؤسسات التي تدير الدولة زي هيئات التخطيط التلفزيون إلى آخر العاصمة الاقتصادية هتكون القاهرة الجديدة يبقى أنا سحبت جزء اللي هو الجنوبي من القاهرة في اتجاه القاهرة الجديدة الجزء السياسي هسحبه ناحية الشرق تمام؟ لكن هو ناحية الشرق اتجاه آه البحر في آه, اه في اتجاه سيناء آه يبقى هنا بتحرك على ثلاث عواصم هيفرغ القاهره الجزء الثالث هو اعاده رسم الخريطه السكانيه ال 36 محافظه اللي متقسمين في تخطيط العبور الثاني متوزعين على سبع اقاليم مدروس في كل محافظه عدد السكان المطلوب بمهارات كل واحد فيهم مم. يعني انا محتاج لو هعمل تنميه تعدينيه في سيناء انا محتاج طبيعه معينه لو هعمل زراعه في الوادي الجديد يبقى هحتاج فلاحين الى اخره فاذا التقسيم هنا كله مدروس في خلال ال 50 سنه الجايين اخر محور وهو او اخر مرحله وتعديل الملف الامني عشان مم. نقدر نتحرك في سيناء مم. ده دول الاربع محاور أساسية الخاصين لتقسيم بال لتقسيم المحافظات لتقسيم المحافظات او المخطط الارضي تمام تمام آه طيب انا هنقل سيناء ازاي بالنسبه لاتجاه العاصمه او اتخاذ العاصمه في اتجاه الشرق لك انت بتحطها في اتجاه اسرائيل بالعكس انا بسبب لاسرائيل مشكله او اي حد ممكن يفكر انه يحد يدخل العاصمه السياسيه العاصمه السياسيه بالظبط آه، كده فعلا. هو الرئيس بيتكلم على عاصمه سياسيه واداريه في نفس الاتجاه لكن هو بخطر... فعلا يا دكتور عماد يعني معظم الاحداث السياسيه الهامه والاتفاقات والمؤتمرات والقمم العربيه بتروح في, في سيناء, سيناء. بالظبط كده الشيخ فهو... فده منطقي ان تكون هناك العاصمة السياسية فالعاصمه السياسيه محطوطه في وسط سيناء في هتبقى في غرب جبل الحلال. اه. طيب الناس النهارده يقول لك طب انت بتحطها جنب اسرائيل هنا يسهل الاعتداد عليها، لا ده لما هنبص على الدراسات المنطقيه ده انا حطيت له مشاكل يصعب عليه، اولا انا عندي 187 سفاره يتم نقلهم الى العاصمه السياسيه يصعب على اي حد اختراق لانه م. هنا بيهاجم العالم كله. بك... اه بيهاجم دول بالظبط آه مش تمام؟ ده آه. الجزء الاول، الجزء الثاني عندي حوالي 45 منظمه دوليه منها منظمات الامم المتحده، ده كله بنقله هناك م. وانا ليا الحق. الجزء الثالث عندي الجامعة العربية وكافة ملحقاتها ستكون سيناء عاصمة العرب ولما تيجي حضرتك تبصي على المخطط شرق 23 دولة من الخليج إلى البحر إلى المحيط الأطلنطي أنا بتكلم على 23 دولة مركزهم سيناء هنا عندي ده محور بنسميه محور استراتيجي عندي بقى محور تاني كأمني اللي هو الدرع البشري م. بخلق 18 منطقة سكنية في هذه المنطقة أنا قفلت المنطقة الشرقية اللي هي بيجي لي منها تهريب سلاح تهريب مخدرات اعتداءات لأن مصر من أيام أحمس الاعتداء على مصر يتم دايما من ناحية الشرق البوابة من البوابة الشرقية من سيناء أنا هنا بعمق قدرت أن أنا أقفله المنطقة دي تماما و هنا محطوط 22 مشروع قومي احدهم طبعا زي ما شفنا محور قناه السويس ما هو يبقى... ده بقى يعني نتكلم هنا بقى يعني حضرتك جميل قوي الكلام النظري وجميل قوي التقسيمات اللي على الورق واضح ان العبور الثاني ده محدد ليه فتره زمنيه من 2011 ل 2060 ده ده فتره تنفيذه تمام فتره تنفيذه حتى تكتمل الرؤيه المشروعات المزمع بقى اقامتها خلال هذه الفتره تمام. وبنقول لها بتكون مشروعات مهمه جدا ويعني محتاجه دراسه متانيه ومتكامله علشان اولا تقدر تستمر عشان تقدر تكون جذب عمراني وجذب سكاني الناس تقدر تسيب الاماكن اللي عايشه فيها وانا مضطر مثلا اروح اعيش في سيناء علشان في مشروع هشتغل فيه كذا كذا ويبقى عنده قناه حركه السكان بقى نوعيه المشاريع بقى اللي هيتم اقامتها في الفتره اللي جايه دي في سيناء علشان نعمل جذب للسكان. للمصريين وللسكان ونخلق مجتمعات جديده ومحافظات جديده متكامله هتكون طبيعتها ايه المشروعات دي؟ بالظبط هنيجي يعني نرجع بس لنقطه صغيره قوي في في المخطط الارضي ازاي انا هحرك الناس؟ آه. اول حاجه باخد الناس اللي هي شغاله في مناطق سينا له كل اسره من الدوله ده اللي محطوط في المخطط هياخد 500 متر مربع هديه من الدوله في المكان اللي هو عاوزه. في سيناء في سيناء او في اي مكان يعني انا من الدقهليه شغال فين؟ شغال في اكتوبر 500 متر بتوعك هم خمس سنين ما في الدلتا. وبدي لك البنيه التحتيه وكل حاجه انا بعملها لك فاذا النهارده ببدا بالناس اللي شغاله هناك انا عندي مثلا حوالي ميتين وعشرين الف شغالين في المنطقه دي من الدلتا لو انا نقلت الناس دي اديتهم اراضي هناك وبدات اساعده انه يقطن هناك انا بالفعل نقلت حوالي 800 الف متوسط اب وام وطفلين يبقى بدات اتحرك في الاتجاه ده الجزء الثاني ان انا ببدا اوزع على الناس اللي موجوده في الجهاز الاداري اساس او احد اسس التقسيم الاداري هو فك الجهاز الاداري لان الجهاز الاداري في مصر النهارده 6 مليون ونص بيكلف الدوله 209 مليار ده 26% من الموازنه العامه م. فاذا النهارده الجهاز الاداري موجود على 6% كل موظف في الدوله بيخدم 13 مواطن في حين ان الرسمي في العالم او المتعارف عليه في العالم ان كل موظف في الجهاز الاداري يخدم 400 فاذا عندنا فارق كبير وتكدس في الجهاز الاداري فانا محتاج استغله يبقى هنا اتحركت في حركه السكان اتحركت في نوعيه المشروعات اللي هو رجوع لسؤال حضرتك انا عندي بالنسبه للمشروعات او العمليات التعمير التنموي عندي ثلاث اتجاهات عندي المحور قصير المدى طويل المدى واستراتيجي الاستراتيجي اللي هم ال22 مشروع قومي <applause> دول اللي هم طويلين المدى ببدا بيتبني عليهم مجتمعات اخرى زي 18 مدينه بالاضافه لمحور قناه السويس فعندي واحد ونص مليون وظيفه بالاضافه للمحور كله من السويس لحد بورسعيد كل ده على الجنبين بيتعمر يبقى هنا ده دي محاور استراتيجية ال ده, مشروع... ده بالفعل مشروع محور قناه السويس ده مشروع قائم بالفعل احنا بالزبط. مش هنتكلم عنه لان هو معمول له دراسه ومعروف إيه الى على, بتاعه على الـ سنين المستقبلي آه. انا عايز المشاريع الجديد عايزك جديد يا دكتور عماد الناس تعرف الجديد ايه في الفتره دي هنقول إيه؟ لحضرتك دلوقتي انا لبناء اقتصاد انا محتاج ثلاث حاجات م. الارض البشر راس المال م. الارض موجوده عندي باعاده الترسيم، يبقى انا باعاده الترسيم الاداري اديت للناس اراضي خرجتهم الوادي الضيق لان م. ده انا محتاجه. رقم اثنين راس المال، راس إن المال ان انت تديهم ارض يتملكوها يديلوا الارض ده عنصر جذب رائع الحقيقه بالزبط. ليهم ويخليهم برضه كل حاجه حضرتك موجوده في العبور الثاني مدروسه م. وده خد دراسته خمس سنين فهو كل حاجه مدروسه وبتطبق حاليا في الدوله. أه الجزء الثاني بتاع التمويل، مصر ما عندهاش مشكله تمويل مصر عندها مشكلة توزيع مشكلة التمويل أنا عندي الجهاز الاقتصاد غير الرسمي اللي حضرتك كنت بتكلم عليه من شوية زي الباع الجائلين ده واحد واثنين من عشرة تريليون مم. جنيه سنويا ده يفوق أضعاف الاقتصاد الرسمي اللي احنا عندنا فيه ده حقيقي يبقى اذا حقيقي. انا عندي مم. اقتصاد الدوله 60% اقتصاد غير مقنن بدون ضرائب بدون فواتير ما اعرفش عنه اي حاجه طيب النهارده انا ازاي اخرج الفلوس دي من خلال وضع أعطاهم أراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وده اللي عمله الريس في محور قناة السويس لما اجي النهارده انا اقول له طيب انت هتشتري اسهم في محور قناه السويس الفلوس اللي في الدولاب طلعت م. هي دي الفكره انه لازم تبقى زي ما بيقول الانجليزي مشروع مقنع ومشروع بالزبط. قومي يلم ومنفعة متبادله المشاريع الصغيره الفرديه اللي هي العائد بتاعها مش مضمون ده, أنا حاج... الناس ده أنا حاجه انا هاجي لحته المشروعات الصغيره آه. دي لان ده محور بس احنا بنتكلم على الكبير اللي هو حوالين منه بقدر اخلق مشروعات صغيره أي. المشروعات الكبيره دي انا محتاج فيها ايه الأرض جبتها من خلال الترسيب. الأموال موجودة عند المصريين زائد الاستثمار اللي جاي من بره. ثالث حاجة البشر. القضاء على الفساد الإداري والمالي من خلال القانون 18 لسنة 2015 إذا يعني الدولة تتحرك في اتجاه العبور الثاني. طيب النهاردة أنا عاوز بقى الاقتصاد المصري بجانب شكل الاقتصاد غير الرسمي ك 60% الاقتصاد المصري شكله إيه؟ م. أنا عندي 99% من عدد رسميا 99% من الشركات المسجلة في مصر شركات صغيره ومتوسطه اذا ده شكل القطاع الـ الـ الاقتصاد المصري اللي هو الدكان اللي في الحاره والكشك اللي على الرصيف ده شكل القطاع المصري ال1% هو الشركات الكبرى اللي حضرتك بتشوفيها او شفتيها في المؤتمر الاقتصادي اذا من عيوب اللي ظهر في المؤتمر الاقتصادي ان انا كدوله تجاهلت القطاع الاكبر اللي هو 99% من الاقتصاد المصري وبالاضافه لده ال الاحصائيات الرسميه بتقول ان القطاع غير ال المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي بتوظف اقل من 50 عامل ده يمثل 80% من حجم القيمه المضافه في الاقتصاد اللي بيحسها المواطن أيوه. 65% من حجم العماله اذا 65% من العماله اللي موجوده في مصر اللي هي ال 29 مليون 65% منهم موجودين في الدكاكين والورش الصغيره تمام طيب نشوف بقى محور تاني مهم اه ازاي واحنا مقبلين يعني دي كلها يعني حضرتك اتكلمت باستفاضه الحقيقه عن المشروعات دي لكن احنا بنقول احنا مقبلين دلوقتي علي خطوه مهمه جدا وهي الانتخابات البرلمانيه هيتم تقسيم المحافظات وتقسيم الدوائر ازاي ممكن نستفيد من تقسيم المحافظات اللي هيتم في سيناء الحبيبه لدعم العمليه الانتخابيه في الفتره القادمه هل لي علاقه هل هيتم فعلا هو له علاقه وثيقه طبعا اشكر حضرتك على السؤال لانه ده تسبب في مشكله كبيره جدا اولا آه. مخطط العبوري الثاني للترسيم الارضي محطوط له اربع سنين مم. هعمل فيهم ايه هعيد تقسيم المحافظات رقم واحد اعيد هيكله الجهاز الاداري عشان هيبقى عندي شرايح يعني عندي مثلا منطقه مسبيرو تبع مثلا القاهره في التقسيم الجديد ممكن تبقى جيزه يبقى اذا ما ينفعش اعمل التقسيم والانتخابات في نفس التوقيت عشان كده مخطط العبور الثاني لما حط المخطط الارضي كان محطوط له يتنفذ من 2014 2018 التشريعات كانت هتتبع ده بمعنى انه بدايه الانتخابات او اول انتخابات تتم على التقسيم الجديد كانت هتبقى في 2018 ايوه ما يشتغلوش الاثنين مع بعض اللي حصل النهارده وده طبعا يعني حاصل فيه او حصل فيه خلاف كبير بيني وبين اللجنه لجنه الترسيم لان هم حاولوا يعملوه في ست شهور عشان يبدا يعمل قوانين الانتخابات أي. وانا قلت انه مش هينفع مم. لانه انا مش جاهز كدوله لا موارد ولا اقدر ارسم واعمل قوانين الانتخابات وفعلا الكلام كان صحيح لانه اول حاجه اصطدم بيها هو قانون تقسيم الدوائر ازاي انا اقسم دوائر واقسم المحافظات في نفس التوقيت مم. فتم ارجاؤه للبرلمان القادم زي ما اعلن السيد الرئيس يبقى النهارده مش هيتعمل ده الا لما يبقى عندي فجوه لا تقل عن اربع سنوات لتنفيذ المخطط الارضي كامل، فاذا لازم انفذ المخطط الارضي كامل وبعد كده ابدا اعمل برلمات على التقسيم الجديد، فالاجابه لسؤال حضرتك لازم يتم الانتخابات على التقسيم القديم. جميل جدا. طيب نتكلم بقى عن مجلس علماء مصر وحضرتك طبعا يعني رئيس مجلس علماء رئيس اللجنه المركزيه لمجلس علماء مصر في محافظه الجيزه. دور المجلس ده ايه وازاي ممكن يفيد مصر في الفتره القادمه الحقيقه بدون مجامله السيد الرئيس اعلنها كتير انه يعني مهتم جدا بالنواحي العلميه وبالدراسات لانه مصر ليها 1.2 مليون عالم مصنفين رسميا بتقارير وبابحاث ولهم أيه. مشاريع في دول ثانيه فهو بدا يجتذب الناس دي انا واحد من الناس كنت مهاجر ورجعت في الثوره فاذا في اتجاه دلوقتي فانشا السيد رئيس اللي هو مجلس علماء مصر وبدا بالمجموعه الكبرى زي اساتذتنا الدكتور الباز ودكتور مجدي يعقوب طبعاً, طبعا طبعا عشان ما اسامي بعد كده بدات القاعده تتوسع بانه يبقى في قاعده في كل محافظه لتكون حلقه الوصل بين المخترعين والمبتكرين خاصه الشباب منهم ومركز صنع القرار في الدوله فاذا مجلس علماء مصر بيتخذ من خلال مقره قبله لكل اللي هو ما يقدرش يوصل للحكومه بيجي في المحافظات واحنا بنتعاون معاه لو محتاج مثلا ان هو يتوصل بحد تاني يساعده في الاختراع معاونه من الحكومه اي نوع من انواع التمويل والدوله الحقيقه في جهات معينه بتساعد وبنرفع ده من خلال اللجنه الاستشاريه العليا للمجلس بتترفع للقياده السياسيه فاحنا عددنا دلوقتي حوالي 50 من 27 بيقودوا المحافظات تمام فهو دوره استشاري ودراسي علمي بشكل مقنن تماما ومفيش اي نواحي نظريه فيه كلها دراسات ويمكن احد المشاريع اللي شغالين فيها دلوقتي هو يعني هو الدراسات اللي انتم بتعملوها او بتقوموا بيها في مركز علماء مصر او مجلس علماء مصر عفوا بتقدم لجهات للجهات المعنيه وفي منها طبعا لانه اخر وهل آخر... تم الاستعانه بالفعل بهذه الافكار أحد... وهذه الابحاث من اجل التطوير طبعًا يعني طبعا عندنا طبعا في... في مجالات مختلفه أطبعًا. مجالات طبعا كان في احد الاجتماعات كانت مع الدكتوره ليلى اسكندر وتقدم لها المقترحات المجمعه من مجلس علماء مصر من المجموعه اللي كانت مسؤوله عن ال... او اللجنه المسؤوله جوه المجلس اتقدمت للدكتوره ليلى اسكندر وتم الاجتماع معاها وتم الاتفاق على الخطوات القادمه ال... مخطط عبور التاني احد المخططات الكبرى فيها في عندنا باختراعات في تنميه محصوليه القمح م. ففي حاجات كتير لانه الناس اللي داخله في المجلس من مجالات مختلفه فبيتم في الحقيقه النهار يعني هي فرصه جيده م. انه يعاد الاستعانه بها أولئك الناس يعني ممكن نشوف تواجد اكثر لمجلس علماء مصر ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله احنا محتاجين بس تغيير ثقافه بانه كل واحد فينا يساهم بقدر ما يستطيع لبناء هذا البلد لانه الحقيقه مصر محتاجة محتاجانا كلنا أكيد. ومحتاجه كل اطياف وطوائف أه. شعبها مش محتاجه فئه بعينها بالعكس هي مصر محتاجه كل المصريين بكل أكيد. اطيافهم وطوائفهم. اسمحوا لي اشكر ضيفي الدكتور عماد مهنا استاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي وصاحب المخطط القومي. لتقسيم المحافظات 2011-2060 ورئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر المحافظة الجيزة أتمنى وأتمنى أن أنا أكرر شعارنا أنه في العبور الثاني لإعادة بناء مصر أنه رمال سيناء التي روتها دماء الشهداء الطاهرة لابد أن ترويها قطرات عرق الأحياء من المصريين على الأقل الرد الجميل لهؤلاء الشهداء الأبرار إن شاء الله يعني بنقول هدف جميل إحنا بنختم به لقاءنا النهاردة إن شاء الله سيناء تتعمر وتعمر وتكون أجمل وأكثر أمانا وأكثر بهاء بعرق المصريين بإذن الله وكل سنة وأنت طيبة يا سيناء وشعب سيناء بخير وكل سنة ومصر العظيمة وشعبها العظيم بخير مشاهدينا سعدت بلقائكم جدا هذا الأسبوع وهذا اليوم ونلقاكم إن شاء الله الأحد القادم في نفس الموعد وموضوعات جديدة وملفات بنفتحها مع حضراتكم في العاصمة والناس وإلى اللقاء